20 عقد أصحاب السيادة المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في صرح البطريركي في بكركي برئاسة صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي الكلية طوبة ومشاركة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية وتدارس شؤونا كنسية ووطنية. وفي ختام الاجتماع أصدر البيان التالي: أولاً، يعبر الأباء عن حزنهم العميق للحرب التي تدور في غزة بمآسيها الفظيعة وويلاتها المرعبة، وكانوا قد تبصروا خيراً في الهدنة التي استمرت لستة أيام. ويجب الأباء أن تنفتح جبهات جديدة في جنوب لبنان لأي فصيلة من الفصائل الفلسطينية، لأنه انتهاك لسيادة لبنان كدولة مستقلة، ويذكرون أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون في يد الدولة اللبنانية وحدها لما له من تبعات على كامل الشعب اللبناني. ثانياً، يعتبر الأباء أن الدولة اللبنانية التي من حقها الحصري أن تأخذ قرار الحرب والسلم يجب أن تكون مكتملة الأوصاف بمؤسساتها الدستورية، وأن يكون لديها أداة فعالة للدفاع عن البلاد وأهلها. وهذا دور الجيش الذي ينبغي أن يحافظ عليه كمؤسسة دستورية أساسية، ويساند في وحدته وقيادته والثقة به، ولا يسمح للفراغ أن يهدد مراكز القيادة فيه. كما يجب أن يعطى كل الوسائل الضرورية من أجل أسلحة ومعدات وغيرها كي يتمكن من القيام بواجبه في المحافظة على الدولة والمجتمع بنشر السلام والأمن والاطمئنان لكل الشعب اللبناني. ثالثاً، يخشى الأباء أن يؤدي تغييب رأس الدولة ومزيداً من الاستفراد بقرار الحرب والسلم باسم لبنان وإلى شل الجيش والعبث بالقرار 1701 واستعمال لبنان كساحة في صراعات عسكرية أقليمية وفتح حدوده وساحته مجدداً أمام السلاح غير الشرعي. كل ذلك هو خروج فاضح على الميثاق وعلى اتفاق الطائف الذي أعاد السلم الداخلي والخارجي إلى لبنان، وهم يطالبون بكل إلحاح دولة رئيس المجلس النيابي والسادة النواب إلى انتخاب رئيس للدولة يملأ الفراغ في السدة الأولى، كما يطالبون دولة رئيس الحكومة بشجب هذه التعديات والتصدي العاجل والحازم لها على كل المستويات السياسية والأمنية والدبلوماسية العربية والدولية. رابعاً، يتمنى الآباء ونحن على أبواب الأعياد المجيدة أن يستقر الوضع في الجنوب ويعود السلام إلى قرى الموجودة على الشريط الحدودي، لكي يتسنى لكل بيت أن يعيش فرح العيد وينعم ببهجة أنواره، ولكي يتمكن أبناؤنا المنتشرون في العالم من القدوم إلى لبنان والاجتماع بأهليهم، فلبنان يعول على قدومهم، فهم الأساس والدعم في خلق جو من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. أخيراً، بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، يصلي الأباء حتى ينعم وطننا الحبيب لبنان بالسلام والأمان والاستقرار، فيشرق كيانه من جديد عبر تمسكه بحياده ويعبر من الظلمة إلى النور بعيداً عن التشرذم والحقد والضغينة والإجرام، فيشع نور المسيح القادم لخلاصنا في قلوب الجميع وفي حياة كل من ناضل ويناضل للحفاظ على وطن حر ومستقر.